أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: وجدت في جامع بحي النسيم كتاباً يوزع بكثرة وعنوانه دعنا نمت حتى ننال الشهادة، يتكلم فيه مؤلفه بانتقاص العلماء ويقول: ابتلينا بعلماء لا يقومون أو لا يقيمون الجهاد، ويتكلم ويسب الحكام، والناس ابتلوا بالأخذ من هذا الكتاب، فما الواجب علي حفظكم الله؟ هذا يقول دعونا نموت، خلوه يموت، هذا موته أحسن، أحسن من بقائه، ولكن لو تجيبون لنا نسخة من هذا الكتاب نشوفه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.